نجتمع لإحياء أربعينية وفاة المجاهد والباحث والأستاذ الدكتور محمد بن القاسم حسن بهلول، مؤسس الجمعية الوطنية الاقتصاديين الجزائريين ورئيسها الأول لعهدتين. نجتمع لنقف وقفة إجلال وترحم على روحه، ولنعترف بخصاله ونقدر مساره النضالي من أجل تحرير الجزائر أولاً والمساهمة في بنائها ثانيا، ثم من أجل نشر العلم وترقية البحث العلمي عموما والبحث في المجال الاقتصادي على الخصوص. ضمه العقيد عميروش ضمن طلبة الولاية الثالثة الذين كان يرسلهم إلى تونس لتكوين إطارات المستقبل. بعد تخرجه في 1965 التحق بأسبوعية المجاهد، ونظرا لأسلوبه الجيد وتكوينه القوي عين على رأس القسم الاقتصادي رفقة الأستاذ عثمان قندوز المرحوم ومحمد الخضر ضرباني لازال على قيد الحياة، ومدير دراسات بالمدرسة العليا للصحافة التي كان يرأسها المرحوم محمد الميلي، حيث تخرج على يديه عديد الأساتذة والصحفيين. لقد بادر المرحوم رغم الصعوبات التي واجهتها الجمعية الاقتصاديين والاجتماعيين فقد أنقذها وأخرجها من رحمها الجديد، وبادر بإنشائها وبناها من جديد، وأقنع الأعضاء المؤسسين للالتحاق بها، فقد منحناه ثقتنا المطلقة في قيادتها وتسييرها، وقد بذل جهدا كبيرا ذلك الوقت من أجل الاعتراف بها رسميا.